اه التحفظات اللي بتقول عليها دي. تحفظات الراجل الشرقي يعني. ايوه يعني زي اي راجل طبيعي يعني في شغلها بالذات، يعني حطينا نقط كده ان في شغلها ما يجيلهاش ادوار فيها بوس، فيها حضن، الحاجات دي طبعا فيها لا، يعني اثاره، اغراء، ما هي كده الحاجات كده دي ما بتعملش. هي اكيد كده كده يعني. فبس لا بس حطينا برضو يعني اتكلمنا كبيرها اتجوزت الفنان صلاح السعد. بس وتحفظات كلمت ما معاها فيش صور طبيعي، بقى كده، ما فيش مايوهات وبتاع واللبس والحلاق الحاجات دي طبعا خلاص يعني. انت راجل سواج. ها سعيد. شفت بقى فعلا سعيد يعني، فعندك سعيد يعني. طب وانت رايك ايه؟ لا انا طبعا هو ليه كل الحق ان هو يحط التحفظات اللي تناسبه هو كراجل في حياتي، لانه انا يعني لما جينا حطينا الحاجات دي هو كان بيتكلم على اساس انه انت هتبقي مراتي، فاكيد هو ليه الحق انه يحط الحاجات اللي تناسبه هو كراجل. وانا يا وافق يا اوافق او يا ما وافقش، لانه ما انا اكيد يعني مش هفرض عليه حاجه ولا هو يفرض عليا حاجه. بعدين احنا متفاهمين جدا يعني، لما اتكلمنا في كده يعني في تفاهم جامد بيننا، وانا قلت لها موضوع التمثيل ده بالعكس انا مش هقف معاكي ضدك في اي حاجه، بالعكس هقف وراكي وهكبرك وابقى معاكي.